في إسرائيل جولات مكوكية للسياسيين عشية الانتخابات التشريعية التي تجرى غدا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القدس مراسل الام تي في مجدي الحلبي. مجدي تفضل، الكلمة لك. نعم، جولات مكوكية لكل السياسيين الإسرائيليين، رؤساء الأحزاب وأعضاء الأحزاب ومن يريد أن يدخل إلى البرلمان الإسرائيلي في اللحظات الأخيرة. هذا هو اليوم الأخير، غدا صباحا في 7 صباحا ستفتتح صناديق الاقتراع في كل أنحاء إسرائيل على أن تنتهي هذه الانتخابات، أيضا غدا في 10 ليلا تبدأ بإعلان النتائج. في البداية استطلاعات الرأي، ثم بعد ذلك تبدأ النتائج الحقيقية من الصناديق. الانتخابات الإسرائيلية هذه لا تحمل مفاجآت على ما يبدو. هذه الانتخابات كما يقولون في تل أبيب معروفة النتائج سلفا، والنقاش والجدال والسجال هو داخل الكتل الإسرائيلية، الكتل كتلة اليمين الإسرائيلي التي يتوقع تحظى بأكثرية مقاعد الكنيسة، أكثر من 65 مقعد، وكتلة اليسار وسط اليسار التي ستحظى ربما ب 55 أو 54 مقعد. النقاش هو داخل هذه الكتل، مما جعل هذه الانتخابات مملة. ولكن هناك مثلا نقاش وسجال بين حزب الليكود وإسرائيل بيتنا من جهة، والبيت اليهودي المفدال المتطرف من جهة أخرى، حيث أن البيت اليهودي أخذ الكثير من المقاعد التي كان يحظى بها الليكود على الأقل حسب الاستطلاعات. من جهة أخرى هناك سجال بين حزب العمل من جهة، حزب تيبي ليفني من جهة أخرى، وحزب يش عتيد ليائير لبيد من جهة أخرى. إذن الكتل التي تتناحر تجعل الانتخابات معروفة النتائج سلفا، وعدم قدرة الوسط واليسار على الوحدة جعل اليمين سيفوز في هذه الانتخابات. وربما المفاجأة ستكون أن يحظى حزب كديمة ب3 أو 4 مقاعد، مع العلم أن كل الاستطلاعات تشير إلى أنه لن يعبر نسبة الحسم، ونسبة الحسم هي 2%، ما يعادل 80,000 صوت في هذه الانتخابات الإسرائيلية. شكرا لمراسل ام تي في مجدي الحلبي.